عبر جميع محطات نضالنا واتفاقنا الوطني، أدت المرأة عموما على وجه الخصوص دورا رياديا في الميادين كافة، فقاتلت إلى جانب الرجل ونفذت العديد من العمليات الاستشهادية والفدائية، وقامت بدور تنظيمي فاعل وبذلت بالتوازي مع ذلك جهدا بارزا في حفظ الأمن الاجتماعي والاقتصادي لعائلتها. يقول نابليون: المرأة التي تهز السرير بيمينها تهز العالم بيسارها. هذا هو الوصف الحقيقي للمرأة الفلسطينية التي شاركت في جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والنضالية كافة. فالكثيرات من النساء في المجتمع الفلسطيني عملن جاهدات من أجل بناء الوطن، فخاضت تجربة الكفاح والنضال والعمل الوطني، وشاركت بقوة في العمل الاجتماعي لتشكل بذلك أسمى معاني التضحية والصمود والتميز. على مدار سنوات طوال واجهت المرأة الفلسطينية ما واجه أبناء الشعب الفلسطيني منذ الانتداب البريطاني حتى الاحتلال الإسرائيلي من تشريد وتهجير ونزوح. نستذكر في هذا اليوم مجموعة من الفلسطينيات الفتحاويات اللواتي أثرن العمل الوطني والنضال بتواجدهن، مثل جبيحة دياب، زليخة شهابي، سميرة محمد أبو غزالة، دلال المغربي. الشهيدة دلال المغربي واحدة من أشهر المناضلات الفلسطينيات، قررت الانضمام إلى صفوف الثورة الفلسطينية والعمل في صفوف الفدائيين في حركة فتح وهي على مقاعد الدراسة، حيث تلقت العديد من الدورات العسكرية ودروس في حرب العصابات، تدربت خلالها على أنواع مختلفة من الأسلحة، وتم اختيارها رئيسا للمجموعة التي ستنفذ عملية فدائية في الداخل مكونة من 10 فدائيين، وعرفت العملية بعملية كمال رضوان والفرقة باسم دار ياسين. الطالبة مريم وائل هزة عشرين، مدرسة الشارقة، من شرف المعلمة حنان عزة.